ومين بيشد هالمركز؟ حصلت واحدة تستاهل تكون حتى مديرة المركز بالكامل. ومين هذه اللي بتهنيك على مركز بالكامل إن شاء الله؟ هي مديرة مركزنا. تعالي نبيك شوية. سربرايز سربرايز. أحلى مديرة مركز فيك يا ليبيا. الله يسلمك حميد. نستأذنكم دقيقتين. نمشي الحمام ونرجع ندير الافتتاح. شو تديري هنا يا؟ لو سمحتي، أنا هنا مديرة المركز. يعني قولي لي يا استاذة. تدو جديات؟ ايه بجديات. مش مدبيش تخدمي؟ اهو خدم كانك. كل يوم تتبتلي لي انك مادية اكتر من اللي قبلها. رزقنا احنا اولى بيه، نعطوش الحد. مبروك عليك الهم.